ماك سانتي برو. ماك سانتي برو نرجع معكم في الجزء الثاني، نواصلوا رفقكم حتى للخمسة على إكسبريس اف ام. نذكر لي موضوعنا اليوم هو موضوع تبرع بالأعضاء في تونس. ضيفتي مدام بثينة زنيد المنسقة الوطنية والمكلفة بالتحسيس بالتبرع بالأعضاء بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. مدام بثينة نعود نرحب بيك. عايشك، شكرا لك مرة أخرى على قبول دعوتنا. خذينا الأرقام المؤشرات، حكينا على الإقبال على التبرع بالأعضاء، وعي المواطن، لو فولي جوريديك، حكينا زادة على اليوم انك تحط عبارة متبرع على بطاقة التعريف الوطنية، واكتشفنا معاك حتى انه فما دفتر الاعتراض زادة كيف اللي هي دونك حاجة بتتخ ما يعرفوش برشا ناس. حكينا زادة يمكن على الافكار المغلوطة، على الحاجات اللي تخلي انه فما هكا اون سيغتان ريتيسانس عند بعض ناس. باش نحكيو على العملية كيفاش تصير بالضبط، لكن فما يمكن حاجات اللي تخلي جوستومون علاش الشخص هذاك في ساعة معناتها تم انقاذه، كيفاش تصير لا بريوريتي سور لي ليست داتانت، فصارت لي انه فما مفهوم لي سوبر اورجانس. خلينا نفهموا معاك جوستومون كومون فوز ايتابليسي ليست داتانت. فوالا بور لاتريبيسيون دي زورغان، عندنا ان سكور اللي هو موجود في المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء كي اي كالكولي بار ان لوجيسيال. دونك سو سكور يل بيرمي او جون داتر معناها كلاسي بار اوردر دو بريوريتي، شكون يخوق بالاخر. دونك سو سكور يل كالكولي معناها ان فونكسيون دو لاج، مش كيما الصغير كيما الكبير، ياخذ دي نومبر معناها ياخذ دي بوان بارابور ا سان اج، الصغير اكثر من الكبير بارابور ا لانسينتي في الدياليز. ثم ناس معناها عندهم برشا يعملوا في الدياليز ياخذوا دي بوان اكثر من اللي معناها مازال كي بدا الدياليز. زاد اوسي بارابور ا لا كاليتي دي فيسو، خاطر المريض اللي يعمل في الدياليز العروق نتاعو هما اللي يعمل بهم الدياليز، ثم عروق معناها بدات تتسد، ثم عروق معناها مازال جديدة وخارقة العادة، ثم عروق مسدودة أكثر من الآخر. دونك أون فونكسيون دو لا كاليتي دي فيسو ثم دي بوان زادة كيف كيف. دونك هذا كله سيت اون موين كي كالكولي اي كي دون اون بريوريتي، معناها كل مريض شكون الأول شكون الثاني شكون الثالث. بيان سور سيت بريوريتي معناها أون فونكسيون دو سكور اللي قلت لك عليه، أن سكور جينيرالي تسمى. وفما لو جور دو لاتريبيسيون معناها نهار اللي باش نعطيو العضو، ندخلوا احنا لو جروب سونغام تاع المتوفي وندخلوا داخلين تحليل المناعة تاع المتوفي. دونك اون فونكسيون دو سي دو بيلون باش يصير التطابق في الجروب سانغان والتطابق في الانسجة. دونك اكثر واحد مطابق كي كالكولي بار لو لوجيسيال اون فونكسيون دو بيلون باش يخرج لنا اون فونكسيون دو سكور جينيرال اي دو سكور دو كومباتيبيليتي ان سكور فينال اللي هو باش قلنا شكون الاول شكون الثاني شكون الثالث. الوغ احنا اون ريسبكت سو سكور ا 100% وما فماش حتى انسان ياخذ طريق الاخر، معناها الانسان اذا كان الاول خرج لنا في السكور وما خذيناش، فما برشا اسباب نجمو ما خذيناش كل انسان هذاك تو سامبلومون اون كوز توت بيت تليفونو ما يجاوبش، رغم اللي احنا كي نقيدوا المرضى نقيدوا او موان 3 تليفون ونقيدوا لادريس نتاعو. نطلبوهم ثلاثه ونقيدوا لادريس، كي التليفون ما يجاوبش نبعثوا الحرس ولا الحمايه المدنيه ولا لك الدار باش يقول للمواطن رانا لقينا لك قلب ولا كبده ولا كلى. دونك اون في تو لي موان معناها اللي موجودين باش نعيطوا له في صوره ما تحصلناش به، والا تحصلنا عليه اما في الوقت هذاك هو الى اون برونشيت والا الى مالاد يل با ايتر غريفي موش حاضر للعمليه. دونك احنا نتعداو للي بعده، اما قبل ما نتعداو للي بعده نكتبوا ام بي في ونقولوا علاش وشكون كلمنا وشنو عملنا، علاش كل مواطن هذاك ما خذاش حقه. دونك لا معناها اون ريسبكت معناها لاتريبيسيون فريمون حسب القانون، مي فما حاجه وحيده تخلينا اون ريسبكت با لاتريبيسيون هما لي سوبر اورجونس. الوغ شنو معناها سوبر اورجونس؟ معناها لو برونوستيك فيتال نتاع الانسان الى ايتي مي اون جو، اللي بالنسبه للقلب ولا الكبد ولا حتى الكلى، الانسان راهو سايي سو ماشين اذا كان في نهارين ولا ثلاثه مش باش ياخو معناها العضو راهو باش يتوفى. دونك هذاك يولي بريوريتير على غيره، ما عادش نغزروا الكومباتيبيليتي في الانسجه، نوليو نغزروا كل انسان هذاك كان ما ياخذش العضو باش يموت. دونك تصير الحالات هذوما مقيدين عندنا سوبر اورجونس. بيان سور مش مهما مريض يتقيد سوبر اورجونس ولا مهما انسان يقرر يقول انا باش نبعث لكم مريضي هذا سوبر اورجونس، ينجم بالحق طبيب يقول سيت اون سوبر اورجونس، اما القانون يجبرنا باش المريض اللي بعثوه لنا بور سوبر اورجونس نبعثوه اكسبرتيز في سيرفيس اخر عند طبيب اخر باش ياكد اللي هذاك بالحق معناها سيت اون سوبر اورجونس بالنسبه معناها للكلى، معناها العروق نتاعو ما عادش عنده منين يصفي، يلزمو ياخذ قبل معناها لي زاتونت الكل.
اليوم فيسبوك لم يتقال الأخبار الكل نسمعوا بها، فما برشا عبيد نسمعوا اليوم مستحقين معناتها ورابيدما على خاطر بوتيتر لانفورماسيون ايتي بارتاجي سور لي ريزو وغيرو فيسع معناتها كان مستحق قلب ولا كذا يعني يتم اسعافهم. دونك ان فيت سي دي سوبر اورجانس احنا فوالا احنا لاكتيفيتي نتاعنا اون لافي اون توت ترانسبارونس. برشا مواطنين يقول لك انا عندي 5 سنين نستنى وما عيطوليش، وعندي هذايا بحذايا عنده عام بدا في الدياليز وعيطوله، والا الكبد عنده برشا معناها 3 شهور 6 شهور هو تعب ويستنى في طريقه، وفي الاخر معناها جاء واحد مرض عنده شيشار خذا. احنا هذاك رانا وقت اون جوستيفي اون اكسبليك علاش عطينا لهذاك قبل الاخر. هذاك الشخص اللي خذا لو برونوستيك فيتال نتاعو الى ايتي مي اون جو، معناها الانسان كان ما خذاش العضو راهو توفى. دونك هذيك تولي لا بريوريتي تفوت معناها ليز داتونت وتفوت كل شيء. هيت نحاولوا نفهموا اكثر كيف تصير العمليه من شروط التبرع للهوني التدخل نتاع المركز الوطني للتبرع بالاعضاء، تامين العمليه، لا كونفيدونسياليتي زاد كيف انه المستفيد ما يعرفش المتبرع، اي كيف تصير في كلينيك زاد مش في مستشفى عمومي، كيفاش تكون الامور؟ الوغ هي سا كومونس قسم انعاش كما قلت لكم هو الموت الدماغي موجود كان في قسم انعاش ولا في استعجالي يكون فيه المريض تحت التنفس الاصطناعي. دونك قسم انعاش يكلمنا عندنا احنا في المركز الوطني نهوض بزيارة الاعضاء، عندنا اطباء دو غارد يكلمونا 24 اور سور 24 7 جور سور 7 يقولون راهو عندنا حاله موت دماغي في القسم نتاعنا. الوغ احنا شنو نعملوا؟ ننتقلوا للقسم هذاك اون جينيرال هما ليكيب معناها سوانيونت يكونوا شخص الموت الدماغي سريريا. دونك معناها الاكثر ديما نلقاوها سي كونفيرمي سي اون مور انسيفاليك. نعملوا لونجو سكانير سيريبرال نشوفوا لا كونفيرماسيون حسب ما يطلب القانون. اذا كان لونجو سكانير سيريبرال ياكد الموت الدماغي نصحوا لو بي في دو مور انسيفاليك، معناها زوز اطباء يصحوا اللي الانسان هذاك مات دماغيا. بعد المرحله هذيك نعملوا لي زيتاب ادمينستراتيف، نمشيو نشوفوا دفتر الاعتراف يصحح في مدير المستشفى والا من ينوبوا معناها في الكارت في الليل شكون ينوبوا. من بعد هذاك نشوفوا بطاقه التعريف نتاعو اذا كان مقيد ولا مش مقيد، ونحكيو مع العائله نعيطوا للعائله نقولوا لهم في حياته اسكو هو كان معترض. اون اسي دو شيرشي ان ريفو معناها دو لا بيرسون ديسيدي دو سان فيفون. ثم عائلات يقولوا لنا ما نعرفوش عمرنا ما حكينا في الموضوع. ثم عائلات يقولوا لنا اي ولا لا. وكل مره كومون سا سباس اون فوا اون لاكور دو لا فامي شنو باش نعملوا احنا اذا كانوا السبيطار عنده ترخيص لاخذ الاعضاء؟ خاطر حسب القانون كما قلت لك مش السبيطارات الكل نجموا ناخذوا فيهم الاعضاء، ثم مستشفيات مؤهله باش يصير فيها دون لي ميغ كونديسيون اخذ الاعضاء يلزم عندهم ترخيص من عند وزاره الصحه. اذا كان باغ اكزومبل تصير موت دماغي في كلينيك والعائله يعرفوا في حياته كالمواطن هذاك ديما يتمنى كي نموت نحب نتبرع بالاعضاء نتاعي، العائله هما بيدهم كيف معناها الطب يقولوا لهم راهو مات دماغيا، وحدهم دي فوا لي فامي بروبوز يقولوا احنا نحبوا نتبرعوا بالاعضاء نتاعو. وقتها يصير ترانسفير من الكلينيك خاطر ممنوع في الكلينيكات، من الكلينيك المستشفى عنده ترخيص. دونك يصير ترانسفير على المستشفى عنده ترخيص، وقتها تبدا الاكتيفيتي نتاعنا نوليو نكلموا الاقسام الكل نتاع اللي يعملوا تحليل المناعه، اللي يعملوا التحليل نتاع الامراض الجرثوميه، على خاطر احنا ليكيب نتاع السونتر دو غريف دورغان نتاعنا نحنا اون دو اسيغي اون بون كاليتي دو غريفون، معناها ما نجموش نعطيو ان اورغان الانسان هو فيه مرض معناها اون انفيكسيون يا اما ليباتيت يا اما الانسان عنده ان كونسير ولا مهما انسانك اللي توفى هذاك نعملوا له تشخيص عضو بعضو نشوفوا الاعضاء نتاعو كل سليمه للاخذ. وقتها باش نكلموا لي زيكيب نبدا نكلم جراحه القلب وبعد نكلموا جراحه الكبد ونكلموا جراحه الكلى انسي دو سويت توت لي زيكيب نكلموهم. وبيان سور اذا كان خذيت معناها صارت العمليه في بقعه بعيده من تونس صفاقس كلموا الداخليه باش يوفروا لنا يا اما الهليكوبتر باش نجيبوا القلب معناها من صفاقس لتونس، ونكلموا مثال كان في سوسه ولا المستير اون اسكورت عند الداخليه في وقت في 4 5 سوايع نبداو دي زيكيب معناها كي ترافاي كل ايكيب معناها احنا ننسقوا اما نكلموا لي زيكيب كل ايكيب تخدم خدمتها، المناعه ثم ايكيب تخدم المناعه، التحاليل ايكيب تخدم التحاليل، القلب ثم ايكيب تحضر القلب، تحضر في الغوسوفور وتحضر في لي شيروجان اللي باش يجيو ياخذوا، على خاطر القلب ما يتنحى من عند المتوفي الا من تاكدوا ان المتلقي خلط، دي فوا يجينا من قفصه من تطاوين، معناها لو طون اللي باش يخلط هو ينجم معناها القلب يخلط قبل ما يخلط هو، دونك القلب يتعفن، يلزم يتنحى القلب من هوني الا اللي باش ياخذ جاي
وموجود وعدوا عليه الطب اللي هو سافا لباس ينجم ياخذ القلب. وقتها باش القلب الاخر يتنحى بالتليفونات نخدموا بيان سور ميم طون، وبيان سور تبدا الهليكوبتر تستنى في ليكيب دو شيروجي باش ينحيوا القلب يهزوه يوصلوا به لتونس، خاطر كثريه لي غريف تو يصيروا في مستشفى الرابطه دونك نتاع القلب يستناوه باش يوصل لتونس. كيف كيف الكبد معناها تتصور دي فوا 9 ولا 10 نتاع الصباح من سوسه لتونس باش نوصلوا نحلوا في السيركيلاسيون، اون با لدوغا باش نحلوا نعملوا اسكورت. دونك الناس يقولوا ترافيك دورغان، ما ينجمش يصير ترافيك دورغان باسكورت معناها داخليه امنوا وزاره الداخليه ونشكرهم فريمون برافو يخدموا معنا في خدمه خارقه العاده. القلب معناها يوصل في ساعه في ساعه، الكلى ولا الكبد كلهم يوصلوا في ساعه في ساعه باش نامنوا لا كاليتي دي زورغان. دونك بعد ما نكملوا هذايا مازالت اكتيفيتي ما فاتش سي، كل جراح جاي كل جراح هز العضو اللي معناها يزم يتنحى، احنا اش نعملوا؟ نرجعوا للمركز الوطني لوزاره الاعضاء يكون التحليل الاخضر تاع المناعه اون باراليل، خاطر ناخذوا احنا لي غونغليون اي ان بو دو رات باش ناخذوا ان بيلون بيان كوم الفو تاع مناعه يجينا صحيح. نبداو نعملوا في لي دو شوا معناها اون فا شوازير كي فا ريسيفوار لي زورغان، اون انترودوي لو بيلون دو دونور تحليل المناعه والجروب سانغان، وهو اللوجيسيال باش يخرج لنا شكون الاول شكون الثاني شكون الثالث. وحنا نبداو بالتليفونات نكلموا في الاول، ثم ناس تزغرت ثم ناس تبكي ثم ناس معناها سي دي سيتياسيون فريمون تري تري معناها ايموتيف انقاذ حياه شخص يعني فوالا. دونك نكلموا مو فيوريا مزيور، ما نلقاوش الاول ولا الاول ماهوش غريفابل نكلموا الثاني، نكلموا لي زيكيب بيان سور كل ايكيب راهو عندك مريضك سايي خرج باش ياخذ كل وراك وحضروا رواحكم باش يجيبوه يحضروه يعملوا له حصه دياليزي يصفيوا له ينظفوه بالكدا معناها يجيبوا نتاع القلب يحضروه يشوفوا غريفابل ولا لا. بعد ما تصير عمليه زراعه الاعضاء وسايي الاعضاء وزعناهم زاد كيف كيف مش نابورت كومون في معناها ماتيريال معين في ليكيب دو ترونسبور معين، هذيك الترافيك اللي يقولوا يعطيو فيهم بالمعارف ولا في فريجيدير وكل مش ممكن، خاطر السائل اللي نحطوا فيه لي زورغان C'est un liquide très précieux et très cher. موجود كان عندنا نحنا. Donc, احنا نحطوا الاعضاء في دي موان معناها ستيريل دون فاسون معناها بيان بارتيكولييغ، ووقتها نوزعوا الاعضاء المستحقيها في كل سيرفيس، نهزوا للصفاقس نهزوا المستير وين يجي المريض اللي باش ياخذ ياخذ حقه. ومن بعد ما يصير هذاك نقعدوا نتبعوا احنا البيلونات اللي يحضروا بعد وفي ميزور نعطيهم ليزيكيب. اي سي اون اكتيفيتي معناها كي ترافاي اون الدور نتاعكم في المركز الوطني للنهوض بزراعه الاعضاء يوفى وقت اللي تكلل العمليه بالنجاح. تكلل بالنجاح ونقعدوا ديما نتبعوا بيان سور احنا معناها خاطر كان ثما دي روجي نبداو نعرفوا كان ثما دي بيلون كي مونك يسالونا. من بعد احنا لو ليكيد دو ترونسبور نعملوا له التحليل نتاعو، اذا كان المريض يلفي اون انفيكسيون نيمبورت كال انفيكسيون كلمونا يقولونا لقيتو شي جرثومة في كان ليكيد لقيتو شي حاجه داكوه. كل شيء نعديوه لهم اون فيغي انستانتانيمون بعد بيان سور اي بيان سور معناها ساعة أول حاجة يبو يافوار دي روجي مالغري تحليل المناعة يبو يافوار دي روجي امبريفيزيبل اي اون بليس يبو يافوار دي انفيكسيون. انت والمريض زاد كيف كيف علاش احنا نحبوا نزربوا نعملوا زراعة الأعضاء دم الإنسان يمرض، خاطر ريت العبد قد ما يقعد معناها اون انسوفيزونس كاردياك ولا اون انسوفيزونس هيباتيك ولا اون انسوفيزونس غينال قد ما بدنه يزيد يتعب. انت مش كيما تزرع الواحد دم مرض بالقلب يبدا مازال اون بون سانتي، كيما او بو دو 8 موا ولا دو 6 موا العروق تبدا تتعب القلب يبدا يتعب العبد ما عادش يتحمل العمليه. دونك معناها لو برونوستيك نتاع الريوسيت نتاع العمليه اون فونكسيون دو ليتا دو مالاد وقت اللي خذا العضو. زوز اسئله بدا يزربنا الوقت مدام بثينه. دونك في الكلينيك كيفاش تصير العمليه؟ الوغ في الكلينيك كيما قلت لك بالقانون سي انتردي، دونك نعملوا ترانسفير نتاع الانسان الميدي مارين بعد ما العائله عطات الموافقه. اذا كان العائله عطات الموافقه باش ناخذوا الاعضاء اون في لو ترانسفير دون ان سنتر كي اوتوريزي اللي هو سنتر تبع وزاره الصحه معناها سبيطارات تونس اللي هما تابعين وزاره الصحه. واضح. بالنسبة للكونفيدنساليتي هل ممكن انه المستفيد يعرف عائلة المتوفي والمتبرع؟ الوغ هو سي ستريكتومون انتردي، اللي يعطي العائلة نتاع اللي تعطي الموافقة ما يلزمهمش تعرف شكون خذا، واللي خذا ما يلزموش يعرف العائلة نتاع اللي توفى. هذا سور لو بلان ليغال اي سور لو بلان احنا كيفاش نخدموا خدمتنا. اما تونس تلمون صغيره والراديوات تحكي والعباد تحكي ويقولوا في البلاصه الفلانيه ثم انسان مات وعطاه ودار ومخواته دونك الناس الكل تسمع وهي سي ستريكتومون انتردي. دونك يفو ايفيتي او ماكسيموم. فما حتى افلام راهو تعملت على الناس اللي حب يعرف قلب شكون خذاه ولا فينالمون ينجم يحس روحه يعيش اتخبى ولا هما افلام راهو جايين من الحقيقه. معناها انت فوز ايماجيني امراه علاش سي ستريكتومون انتردي؟ الوغ انت دابور فوز ايماجيني امراه مثال راجلها مات وعطات قلبها لمراه اخرى
تنجم معناها ديما تقلقها تقول لها قلب راجلي معناها الراجل معناها فهمت آه. ينجموا زاد كيف كيف لي فامي بوف معناها ويصير معناها في برشا بقايا يقولوا له انت عايش بالكبده نتاع ولدي معناها تولي ابتزاز اعطيني فلوس اعطيني فهمت معناها احنا اون ايفيت تو سا سي لا لوا كي اكزيج معناها الانونيما حتى في العالم الكل راهو سي ستريكتومون انتيردي يمكن هكا بار كيوريزيتي اون اون كوبروندر سا اكزيست لي فيلم جايين من الواقع من الحقيقه معناها الخمسة دقائق اللي مازالوا لنا مدام بوثاني يمكن مهم باش نحكيو على الدور اللي يلعبوا المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء اليوم في التوعيه في التحسيس شنو هي الاستراتيجي انكم تقربوا اكثر للناس انكم توفروا كل المعلومات تجاوبوا على كل التساؤلات تصلحوا الافكار المغلوطه الكل وبتدخل اليوم مهم زيدا انه ذكرت نقطه انت قلت معناتها نلقاو العائلات ما حكيتش فيه اليوم بتدخل سي اوسي معناتها فرصه بور انسيتي لي فامي باش يحكيو فيه هي التبرع بالاعضاء هي ثقافه واحنا ما نلموش على المواطن كم يعرفش المعلومه دونك احنا لازمنا نمشيو له ونحكيو معاه احنا من مهام المركز هو تحسيس معناها الحث على التبرع بالاعضاء بالتحسيس نمشيو الى الجمهوريه الكل بارتو نتعاملوا مع الوزارات الكل وزاره التعليم وزاره الشؤون الدينيه وزاره الداخليه وزاره الثقافه الرياضه والشباب والرياضه معناها اون توش معناها ا تو لي دومين اون كولابوراسيون معاهم نعملوا بور توشي ا ماكسيموم كان نمشيو في المكاتب نحكيو الصغار باش يحكيو لعائلاتهم كان نمشيو للداخليه باش نحكيو باش يحكيو في المراكز ويسهلوا للمواطن كان في الدين مهما انسان باش يمشي يشاور ساعات سنوزيت اريفي نقولوا له تحبش ناخذ الاعضاء ولا حاجه يقول لنا نشاور راجل حرام ولا مش حرام راجل دين دي فوا راجل دين كي بدا ما يعرفش ما ينجمش يجي دونك احنا هذوما الكل نمشيو نحكيو معاهم الرياضه زاد كيف كيف عملنا دي ماراثون بارتو في الشارع ولينا نعملوا دي زاكسيون دو سانسيبيزاسيون بار لا كورس كوم بارتو دو موند فهمت دونك باش انت تقول علاش ماشي نجري ها فما اكسيون على التبرع بالاعضاء معناها اون توش اتو وباقي شويه راهو باقي ناقص دونك لا استراتيجي انكم تمسوا الناس الكل الشرايح الكل تكونوا موجودين بارتو وفي كامل الجمهوريه خاطر فما بلايص اللي يمكن معزوله وما توصلهاش المعلومه احنا جوستومون البقايا المعزوله احنا ما نجموش نمشيو بارتو اما الحاجه اللي تمشي بارتو هي التلفزه والراديو دونك احنا نعملوا عليكم انتوما باش معناها مهما مواطن في مهما بلاصه يحل معناها التلفزه ولا الراديو يسمع الحاجه اللي احنا ما نجموش نوصلوها له دونك سي ثقافه نزرعوها في المواطنين لو مود لا فان يمكن اليوم انه نحكيو فيه ديجا الموضوع انه واحد يحاول يعمل راي في الموضوع اللي مقتنع ديجا يمشي يحط عباره متبرع على بطاقه التعريف انه اون بارل في ولا يحكي لاصحابه للعائله ونشجعوا معناها ومهما انسان ما يندمش عبد اخر على معلومه غلطه يتاكد قبل ما يعطي المعلومه مدام بوثينة زانيت شكرا لك ميرسي ميرسي بوكو عايشك ميرسي ابو معنا اليوم المنسقه الوطنيه والمكلفه بالتحسيس بالتبرع بالاعضاء بالمركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء اللي كان ضيفتنا اليوم في ماك سانتي برو ليميسيون سانتي ديكسبريس اف ام اللي موعدنا معاكم يكون كل نهار خميس من الاربعاء حتى للخمسه ليميسيون ديسبونيبل سور لا شين يوتيوب نتاع اكسبريس اف ام ريم لانجليز رافقتكم او ميكرو على باشا في الاخراج تاع قمدوني في الاخراج الرقمي نتلاقاو الخميس الجاي في ماك سانتي برو ليميسيون سانتي ديكسبريس اف ام موعد كم يتواصل توت سويت مع وليد برحومة لو ماغ اكسبريس كامل الفريق يكون معكم بعد لحظات نقول لكم متابعة طيبة الباقي برامجنا في لمان وباي باي